أخبار اليوم. المحكمة كانت عايزة تدي أجل 21/6، المحامين طلبوا أن الأجل يبقى أوسع من كده، فالأمر متروك للمحكمة آخر جلسة للتأكيد عليه. كل المحامين، كل مجموعة من المحامين حضروا عن أحد من الأساتذة، الأستاذ يحيى قلاش كان ليه فريق دفاعه، الأستاذ جمال عبد الرحيم ليه فريق دفاعه، الأستاذ خالد البلشي ليه فريق دفاعه. تم إثبات الحضور كله وكل المحامين، مفيش صورة من القضية حتى الآن. القضية تم تحقيقها على عجل زي ما كلكم عارفين، وأحيلت للمحاكمة على عجل. فطلبات الدفاع كانت بالأساس طلب مبدئي أولي، هو الحصول على صورة رسمية من كامل أوراق الدعوة، ومنح الدفاع فرصة كاملة للاستعداد ليها بسبب إحالتها على عجل زي ما احنا عارفين. الجزء الثاني من الطلبات هو التصريح بالحصول على صورة رسمية من أوراق المحضر، إجراءات القبض الخاصة بكل من عمرو بدر ومحمود السقا، لأن المحضرين دول بيكملوا بعضهم البعض، ما ينفعش المحكمة تبص على القضية دي وتترك الأمر.